معنا هاتفيا من دوحة السيد خليل المقداد، معارض سوري مستقل. مرحبا بك أستاذ خليل. هناك أنباء عن أن واشنطن قد بدأت نقل معداتها العسكرية من الأراضي السورية، كيف ترى هذه الخطوة مع تخبط في التصريحات بشأن القرار في الأيام الماضية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بداية يعني علينا أن نعلم، هل سيكون هناك انسحاب أمريكي فعلي من سوريا أم أنه ابتزاز؟ هل هو انسحاب تكتيكي مرحلي أم أنه انسحاب استراتيجي كامل؟ يعني هذا الأمر أنا سأخالف الجميع وسأعتبر أنه بتنسيق أمريكي روسي، يعني ترامب يخضع لروسيا تماما، وهذا أنا أمر أصر عليه بسبب المستمسكات الروسية على ترامب، إضافة إلى وجود مخطط لتوريط تركيا في المنطقة. يعني الخطوة ابتزاز بالأطراف العربية، وطبعا بومبيو يقوم بزيارة الآن لمحاولة شرح أبعاد الخطوة. سحب القوات ربما يكون إعادة تموضع حاليا، ولا يمكن التعويل عليه كثيرا. علينا أن ننتظر عملية تفريغ القواعد والمطارات العسكرية والاستراتيجية. هناك محطة رادارات، هناك مطارات وقواعد عسكرية لمن سيتم تسليم. يعني ميدانيا أستاذ خليل، عفوا، ميدانيا ما تأثير هذا القرار على الوضع الميداني عموما في سوريا؟ طبعا بكل الأحوال هذا سيقوي شوكة روسيا في المنطقة والنظام بكل تأكيد. نعم. وسيضعف باقي الأطراف، يعني إيران مثلا، النظام السوري، تركيا الآن يعني لا زالت مترددة في مسألة منبج، وهي تنتظر الموافقة الأمريكية بالنسبة للدخول إلى منبج. ووحدات الحماية أيضا مالت إلى النظام وتحاول التنسيق معه، وربما تسلمه أي مناطق ستنسحب منها، وروسيا تدعم هذا. إضافة إلى أن تركيا الآن يعني هناك ربما يكون خلافات بينها وبين روسيا. هذا الانسحاب الأمريكي يعني سيضع كافة الأطراف في موقع الصدام ربما، لأن كل طرف سيحاول أن يعزز مواقعه، لكن بنظرة شمولية إلى الحلف الروسي الإيراني التركي. يعني تركيا تحاول أن تكون براغماتية الآن بسبب التهديدات الأمن القومي ومحاولة تأمين حدودها. يعني هي حتى ترحب أو تفضل ضمنيا أن تعود هذه المناطق إلى النظام، لأنه سيضمن لها عدم سيطرة قوات البيكيكي والبيدي، وبالتالي ستكتفي بتأمين شريطها الحدودي، منطقة ضيقة، وهذا لن يرتب عليها التزامات كثيرة. لكن في حال غاصت باتجاه الشرق باتجاه دير الزور، فإنها ستصبح ربما في مواجهة تنظيمين يعني شديدين، وبالتالي تنظيم الدولة وطبعا قوات وحدات الحماية الكردية. لكن العشائر العربية في هذه الحالة ربما ستميل إلى تركيا وستتخلى عن قسد، لأنها مالت إلى قسد أو انخرطت معها بسبب قوة قسد وعدم وجود قوة ثانية تستطيع اللجوء إليها، وبالتالي ستميل إلى تركيا، إضافة إلى قوات غزو الزيتون ودرع الفرات. نعم، هناك أنباء عن تسيير دوريات روسية كردية في منبج، والبعض يقول هذا سيزيد المشهد تعقيدا في هذه الخطوة الروسية. ولكن بولتون قال أن المحادثات العسكرية في تركيا، بولتون قال أن المحادثات العسكرية مع تركيا ستتواصل الأسبوع المقبل. هل تتراجع أمريكا برأيك عن هذه الخطة التي مشاها بولتون؟ هل ستكون تركيا يعني مالئة الفراغ الأمريكي؟ أنا برأيي الولايات المتحدة أو ترامب لن يسمح لتركيا بأن تملأ الفراغ إلا في حال كان هناك خطة لتفريطها. يعني الولايات المتحدة الآن مهتمة بأن تترك المجال الحيوي السوري لروسيا. روسيا يهمها أن يعيد النظام فرض سيطرته على كافة المناطق. تركيا أيضا مهتمة بهذا الأمر ضمنيا حتى وإن لم تعلن ذلك، لأن ما عاد يهمها مسألة إسقاط النظام من عدمه. هي الآن تحاول أن تؤمن حدودها وألا تغوص في المستنقع السوري، وبالتالي يهمها طرد وحدات الحماية الكردية من شرق الفرات. هدفها هذا هو الرئيسي والأسمى يمكننا أن نقول، وبالتالي طرد الوحدات الحماية سواء كان بعودة هذه المناطق للنظام أو لغيره لا يهمها. المهم خروج هذه القوات وعدم سيطرتها على أي جيوب في سوريا تؤدي لاحقا إلى
إعادة تشكل هذا الجيب بما يشبه الكانتون أو نعم الدويلة. شكرا جزيلا كمان دوح المعرض السوري المستقل خليل المقداد.